صباح الخير البنات، تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك سعيد. شوفوا كيف كتشوفوا الجامع خاوي، اليوم العيد وما كاينش الناس، كلشي الناس مشاو كي قلت لكم المصلى، الناس هما كيتحركوا. المصلى قريب عندنا ماشي بعيده، لهذا الجامع كاين جوامع حدا اخرين يعني مفتوحين كيصلوا فيهم. هذا حنا كنمشيو حيت تقريبا المصلى الصوت ديالها راه قريب، ولكن ما غاديش يوصلكم يعني قريبا، المسافه ماشي الناس يعني انا كنسمعهم ولكن ما غاديش يتسمع بزاف في التليفون. يلا لحد ما نوصل نصلى ان شاء الله. خليكم معايا، عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم. احنا غاديين كنشوفوا الناس هما كان غادي قلت لكم نصلى قريبا ما بعيدوش طوال وحده. قرب ان شاء الله غادي نكمل. Oh,
فإن الناس يتجمعون عند أوصية
سبحان الله ربنا استسلم على نفسه السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم مبارك وسعيد. صافي سالينا لصلاة العيد الله يقبل إن شاء الله، قبل الله منا ومنكم. ومن هنايا كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم دائما، ما تنساونيش في اللايكات والاشتراك في القناة ديالي، وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم وعيد مبارك سعيد. عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا.